هنا أمام البنك المركزي في بغداد كانت وجهتهم بعدما طالتهم مقصلة الاستهداف الحكومي والفساد المالي، وقفة احتجاجية شارك بها أصحاب شركات الصيرفة رفضا لسياسة البنك المركزي القاضية بحصر بيع الدولار للمسافرين فقط، وذلك بعد أن أضحت جوازات السفر مفتاحا سحريا تستخدمه جهات متنفذة دون علم أصحاب تلك الجوازات لتهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق. نعاني من تزوير الجوازات، مو بس اني، الاف العراقيين اني اعرفهم، هواي شباب جماعتي، احنا مسافرين تجار اصحاب محلات، نسافر كل فتره نروح للصين، نروح لتركيا، نروح للمصر، نروح اي دوله على باب رزق، احنا عندنا باب رزق نطلع نتسوق، اجي القى سارقين الجواز ورايحين ساحبين علي اموال، زين باكر اني اذا جيت للبنك المركزي وطلعت علي ضرائب او طلعت علي فد شيء واني لا ساحب ولا مستفاد من هذا الشيء، انا شنو موقفي بالله؟ تروح على شركه مال الصيرفه تستلم من عندهم، يقول لك اني مستلم جماعه مستلمين على الجواز مالتك ثلاث مرات اربع مرات، واني قدمت شكوى للبنك المركزي وما اعرف من الشكوى، شو قلت تجي ما اعرف. فاذا اعرف من هو اللي ساحب بوكاني لازم اكو تحقيق من الامن الوطني من البنك المركزي. وبدلا من فضح السلطات الحكوميه هويه مهربي الدولار ومحاسبه المتورطين بتزوير جوازات سفر اصحاب شركات الصيرفه، وجد بعض هؤلاء انفسهم ضحيه الاعتقالات. وقفه احتجاج على ما قامت به من جهات خارج البنك المركزي الايام السابقه من انتهاك غير مهني. عندنا معتقلين ما نعرف شنو الأسباب اللي اعتقلوهم بها. وبينما يطالب هؤلاء بتحقيق العدالة، يبقى السؤال هنا من هو المستفيد الحقيقي من محاربة قطاع الصيرفة الحيوي الذي يعمل به نحو 10,000 شخص، ومن المستفيد من سياسة طرد العملة الأجنبية من بلد لا يكاد يمر فيه يوم دون سرقة قرن جديدة في الخفاء؟